امتزجت عمارة مسجد جامع تبوك بفنون الحضارة الإسلامية الحديثة بتصميمه الفريد وفق هندسة إنشائية، ويضم أكبر قبة في الشرق الأوسط بلا أعمدة. واختارت الجامعة إقامة أول صلاة جمعة بالأمس إذانا بافتتاحه أمام المصلين، أكيد وسط الإجراءات الاحترازية والصحية بحسب التوصيات القائمة من الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المصلين. ويسعدنا أن ينضم معنا عبر سكايب نائب المدير العام للمشروع على تنفيذ مسجد تبوك المهندس خالد القحطاني. هلا وسهلا بك مهندس خالد. أهلا وسهلا أستاذتي الكريمة، وأهلا بالمستمعين والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك. أصبح اليوم مسجد جامعة تبوك من المعالم الشهيرة في المنطقة وعلى مستوى جامعات المملكة، وبني كمعلم يحتفي بالحضارة الإسلامية والعمرانية لمدينة تبوك. حدثنا عن هذا المشروع الضخم. الحمد لله رب العالمين، هي مجموعة متكاملة من مصمم ومشرف ومنفذ أدت إلى الوصول إلى هذا، تحويل هذه الفكرة إلى هذا المعلم اللي نفتخر به كلنا كسعوديين، في موجود في منطقة تبوك. نعم نعم مهندس خالد، يعني يضم أكبر قبة في الشرق الأوسط بلا أعمدة، يعني لو تكلمنا أكثر عن هذا الحدث وهندسة هذه التحفة المعمارية على مستوى المساجد من حيث المساحة الإجمالية للمسجد. الحمد لله رب العالمين، هي عبارة عن قبة. تعرفين أن القبة هي عبارة عن عنصر من عناصر العمارة الإسلامية، استحوذ المصمم على القبة وحاول التعامل معها بلغة المعمارية مع التناغم مع اللغة الإنشائية في البحر الكبير وعدم وجود أعمدة. فترتكز هذه القبة، قطرها بسم الله ما شاء الله 90 متر مربع، ما شاء الله، ترتكز على قبتين، كمرة علوية وكمرة سفلية. الكمرتين هذه مرتبطة بكمرات تنزل على 30 عمود اللي مكسية بالجل الألماني، ومرتبطة برواق عبارة عن الزجاج ذو نفاذية عالية للضوء. نعم. مثل ما تعرفين منطقة تبوك من المناطق الباردة، لذلك الحرارة لا تؤثر مع فتحات السكاي لايت الموجودة في أعلى القبة الموجودة لـ 76 قبة. مع نفاذية الضوء فتعطي جمالية وروحانية للمشروع. صحيح. فلذلك المشروع بساطته هي الذي خلقت فخامته، ولله الحمد. يعني ما شاء الله بنشوف من جد تحفة فنية معمارية رائعة ومميزة صراحة، يعني جمال وإبداع. ولكن يعني أنا ما أدري، يعني ودي أعرف قد إيش استغرق بناء المسجد. المشروع عبارة مر عبر عدة مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة الإنشائية والمعمارية. نعم. استغرقت منها 3 سنوات. تعرفين عندما تتحول الفكرة، تكون أمامك فكرة وتتحول للتنفيذ في الواقع، تحدث بعض المعوقات. لكن كان هناك في دعم لوجستي كبير جدا 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 من المالك اللي ممثل في جامعة تبوك، من سعادة الدكتور الله يرحمه عبد العزيز العنزي، وسعادة الدكتور الأستاذ عبد الله الذيابي مدير الجامعة حاليا، والمهندس ماجد الطويهر، سهلوا لنا جميع المعوقات لعمله. فانتقلنا من مرحلة الإنشائية والمعمارية، بعدين انتقلنا إلى مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الأعمال المساندة ومرحلة التصميم الداخلي ونظام الصوتيات ونظام التكييف. يعني هذا مشروع مستقل بحد ذاته. وتكلل الحمد لله، نقول كل خيرة فيها تأخيرة. يعني افتتاح خادم الحرمين الشريفين لله الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهد الأمين في زيارتهم الملكية الأبوية لأبنائهم في منطقة تبوك عام 1441 توجت هذا الإنتاج. والمنتج الصرح الجميل هذا. جميل. ولله الحمد. الحمد لله. مهندس خالد، كمان أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، أن منطقة تبوك بالعادة يعني ما تكون من المناطق الباردة، كيف راح يكون نظام التهوية والتكييف والتدفئة فيها في فصل الصيف وفي فصل الشتاء أيضا؟ نعم، في منطقة تبوك يعني درجة الحرارة متوسط درجة الحرارة 26. نعم. فلذلك في وقت النهار كمية الضوء الداخلة إلى المسجد تعطي دفء خفيف للمسجد، يعني ليس هذاك الحرارة المزعجة للمصلي ولا الحرارة اللي يعني ضوء نفاذية. نظام التكييف الموجود هو عبارة عن 6 وحدات تشيلر موجودة ضخة بالتدفئة في نظام
الشتاء وفي نظام الصيف بنظام التبريد. نعم. يعني منظومة متحكمة مرتبطة. نعم. بأعلى الأنظمة اللي هي نظام البي ام اس اللي هو نظام إدارة المبنى. نعم. وغرفة مستقلة تتحكم في درجة حرارة وبرودة المسجد. جميل. طب نعم. كلمنا عن يعني احنا شايفين انه ما شاء الله مساحة المسجد تسع. نعم. تقريبا 37 ألف مصلي، لكن كمان لا. كم عدد المصلين طال عمره 3450 مصلي. اي عفوا 3450. نعم. مصلي. نعم, نعم. المساحة الإجمالية هي 7100. نعم. متر مربع. نعم. شاملة المواقف اللي 340، شاملة عدد الله يكرم دورات المياه 44 دورة. نعم. مياه و76 موضع للوضوء. يعني هي متكاملة. نعم. منطقة متكاملة ارتبطت جميع عناصرها، وفق فيها المصمم لا ننساه هو مكتب النعيم للصلاة الهندسية. نعم. اللي صاحبه محمد البرقاوي وشركائه، وتكامل مع مكتب الشبنات كإشراف، وشركة شار التي قامت بعمل هذا المنجز ولله الحمد والمنة. نعم. طيب هل ممكن أننا نشوف يعني هذا المشروع الضخم، وطبعا زي ما ذكرنا أنه هي أكبر قبة في منطقة الشرق الأوسط. نعم. هل ممكن نشوفها في موسوعة جينيتس للأقمار القياسية؟ بإذن الله. في عام 2017 هو الافتتاح المبدئي للمشروع. طرحت هذه الفكرة، وهي الآن متداولة لدى المالك الذي هو جامعة تبوك. سيتم طرحها. تعتبر الآن هي أكبر قبة في الشرق الأوسط بقطر 90 متر ما شاء الله، مساحة إجمالية 5888 متر مربع، مغطاة بالفسيفساء ذات الدرجات اللون الأزرق اللي موجودة. والشيء الثاني أنها يعني مساحة متكاملة تطرح، لتعتبر هي الآن كجمع عالمي أو جمع معلومات نعتبرها هي أكبر قبة في المركز الثالث عالميا. نعم. نعم. أما كشرق أوسط نفتخر أن المنتج سعودي ولله الحمد بكفاءة سعودية وكفاءة من خبرة إخواننا العرب الذين شاركوا. جميل. ولله الحمد. جميل. نعم. مهندس خالد، يعني احنا نبارك لكم طبعا افتتاح هذا الصرح الرائع بالامس. الحمد لله. الحمد لله. صليتوا في اول صلاه ليوم الجمعه البارحه. نعم. وكان الجميل في الموضوع انه خلاص بدانا نستقبل في المصلين. نتمنى لكم طبعا كل التوفيق، شكرا لكم على هذا الانجاز الجميل اللي قاعدين نشوفه في المملكه العربيه السعوديه. مهندس خالد، انا اشكر لك هذه المداخله، يعطيك العافيه.